مرحبا يا اخوان، اليوم بعد سهرين لاستاذنا ولاجدادنا بالاول كيف كان بيفرحوا باول تموز واول تموز. شوفي له معناه انه نحن بنقول الاب يعرف اولته ابي يعيش اخرته. تفضلوا تنفرج سوا. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. بميت اهلا وسهلا. الله يسلمك. اسمك بالخير. رمزي رضوان. رمزي رضوان من وين؟ انا من نهر الكبير، من أزنباق. نهر الكبير أزنباق. أزنباق. وايش قد عمرك؟ عمري 85. ما شاء الله، صلى على النبي. اي والله. كم ولد عندك؟ والله عندي ببوس ايدك 5 بنات و3 صبيان. الله يخلي لك. عمي رمزي، بدنا نسالك لازم اول تموز كيف كنتوا بتفرحوا فيه؟ والله باول تموز يا ابو خي مش عشيت اول تموز. ننزل على النهر، تبقى سمك كتير بالنهر. سمك اللي عنده سمك نروح نمسك سمك، اللي عنده شلفون يذبح شلفونه، ونلتم بعضنا احنا هون الضيعه كل الشباب، يعني كل بدها تروح، ونروح الزمر ودرمبك يضق من هون على البحر ماشي. ايوه كان في ماكينات ماشي. اسمع، نروح نلاونيك نفتح المحيزين، تبقى قطن حواش قطن يا المحيزين، ونحطها لكل ونقعد بقى يضرب الهواء بساط الله وسيادك. هالرمل يضرب فوق هالأكل، نحن ما ناكل أبي يمنه شكي أهمك تقعد في مطروح، نضل هونيك نكيف للساعة 12 ويدي بالليل. وبقى كيف الجو؟ وبقى من جاي في جاي كل مثل ما قاعد تتكي وتنام تا يطلع الضوء. ما يخيل يطلع الضوء، نقعد طريق الثاني، نضل قاعدين نشرب ونكيف ونبسط للساعة 12. بعد الساعة 12 نجي للنبي حمزة لو يجرب ماشي. ماشي. اي ماشي. بقى نضل كيف هون بيوجر بتاريح بعد غيب الشمس، ونقوم وخل بعضنا وضرب بكي بزمر وضاق وجاي وخل بعضنا تنجي على البيت. ما شاء الله. اي والله هيك يا اخي، هيك قضينا هاك الايام. لكن كان في ماكينات، ما في احد معه تيروح احد عنصري تمسك باكينه. الله يحفظك. برايق. الله يحفظك. اي والله الله يسلمك. وهلا رحت لهونيك وكم يوم ضليتوا؟ اين؟ بالبحر. ما رحنا من العشيتين والظهر نرد لخلف. وتناموا هونيك؟ اي هونيك ننام، لك على الرمل. وفي غير كان ينام؟ وكل غيرنا في 15 ضيعه. كانوا وحدنا نحن بس 15 ضيعه هونيك. مسكها مثل هل وبهد الجوع كله هونيك. هكا في ملبمين هو عائلته ما صلوا الضيعه، ما يدقوا ويغنوا ويفقصوا هونيك، ما يفقصوا ويغنوا ويرقصوا ويدقوا، والدنيا قايمه القيمه لا نص الليل. يناموا بكير يفيقوا طريق الثاني ويندارو الطريق الثاني على الكيف، نضلوا كيف وينبسطوا. باقي كل من هو عائلته ما صلوا ضيعتنا، ونحن رايحين من هون كم زلمه 30 زلمه، نقوم ونجي ماشي من البحر لوجر مع النبي حمزي ماشي، وطق درم بكي وزمر قدامنا وجاي مع بعضنا. وشو تغنى؟ وغني شو في غني؟ تذكر غني شكل؟ لا بعرفين. ايش كيف بتعرف؟ على دلعونا وعلى دلعونا، وافي غير اللي هالغني، ومن هون فقصه ورقصه ونحن جاي. افي غير على دلعونا؟ افي افي. هو لا افي غير. وهيك يا ابو خي على دلعونا كيف كان ما يغنوا؟ اي على دلعونا وعلى دلعونا، راحوا الحبايب ما ودعونا. هات كيف البساط بيشرب العرق، وما الرمل مناك الرمل على الحل. الله يحفظك. والله هالصيني من مليان الرمل وفوخ الاكل من يسال كان يشربوا بسيط. وهيك وهلق بالبحر ما يصير اول تموز بتروح؟ اي والله ابقى من الروح. ليش انا بجي 20 سنه ما رحنا؟ ابقى من الروح. تروح لاول تموز ماكيناتنا عندنا، ما نركب الماكينات، تروح عن في بحر. تبقى ما عندك ماكينه كنت ما تروح. ايه وهلق عندك ماكينه. اي ما نروح مثلا ما تروح تقعد بالجازينو، تقعد كيف تنبسط وتدخل انت وعائلتك. هلق وهلق ما يصيروا حفله كمان كونسيرت؟ بيصيروا حفله قامت الاول. قامت الاول والله الدبكي فيها 150 زلمه. الدبكي والله ما يبسخ الدبكي ما يدبكوا والله 150 200 زلمه بالدبكي. تلتم من هالجوع من ما كان. يا وهلا غير الوقت. هلا غير الوقت، لا في لا دبكي ولا كمان في كمان يعطيني العافيه ما يسيروك يستاهلوا. يا الله يوفقك. ما يعيشوا ولا هالسقف. ما يعيشوا. اي والله. اي نعم. هلا بنسالك اخر سؤال، شو بتريد توصيه للشعب؟
والله بس لا شب خلي يحبوا بعض بس يسووا قيمة لبعضين. من هون بتقدر تتبع تسلم؟ ها؟ لمين بتقدر تتبع تسلم من هون؟ والله تابع تسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مين اللي بعد؟ الله شعبنا بتقدر تتبع الله جعل إن شاء الله جعلكم دائما أنت وجميع بعض الله الصالحين لبعضنا ونحب بعضنا ونعيش الحمد لله لفضل الله كمان. شكرا الله يسلمك صاحب شكرك الله يسلمك رجائي درم الله الله يسلمك.
مرحبا. مرحبتين يا عبدي. كيفك؟ الله يسلمك، الله يسعدك ووفقك. اسمك بالخير؟ غنيمة. غنيمة و لبقنا بطلوطو. بطلوطو. بطلوطو بيقول كين؟ لبقنا. وشو اسمه صوي سيم شكله؟ ما شغلمتوش. شغلمتوش. كيفك كيف راح أيامك؟ الحمد لله بفضل الله. أيامنا كيس يلق اليوم لا غادي بيفرج الله. الله الله يطول عمرك إن شاء الله، الله يحفظك. كم ولد عندك؟ بحب إيدك 9. 9؟ ولاد ولادك كم واحد؟ أقف تعرف بخو. في 50؟ لا. 30؟ لا. 20؟ قول يا روحي عند صغير 3، وعند يا روحي محمد 6. تمام. تمن عزبك تهاكي. أشقى عمرك؟ أخلك 90. 90؟ نعم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يحفظك. هلأ غلا شو جينا لعندك نحنا وبنسألك لأول تموز بالأول، كيف كان وكيف كنتوا بتنبسطوا بأول تموز؟ والله يا ابني ندبك وغني دوسوا يا بنية تندوسوا على البحر أول تموز، باصص يا كبير التجار وحرق الخواجة بنار، حرجوا يمسك بين الدار وبال الناس إلو ناموس. أين كنتوا متبكى؟ على البحر. على البحر؟ عند الخضر دخيلة. عند الخضر ما شاء دخيلة الله. دخيلة لك. كيف كنتوا ما تروحوا لهونيك؟ والله مشي. مشي من هون؟ أي والله. أما تعبوا؟ أفي كان ماكينات. ما كان في لا ماكينات ولا شيء. والله نتفش بقى هونيك في بيقولوا له ميت الملاحة. أي نعم. يلا عينك فايت المليحة نطفش في النقض الرعي بقى نسوي من عاشي زوادات ونسوي أكل وشو ونروح ناخد ونيك ناكل على البحر. شو تصيرة؟ والله بيضات ونقلي قلاية فوشات ونسوي كبي ونسوي ما نخلي شيء وكعك وشو بتريد وكنافي كلها بدك انتم ما تحملون معكي؟ اي والله نحملي بالقفي بالقفي بالقفي. اي والله نحطهم بالقفي وناخذن ونروح. وكيف تقطعوا من العصا؟ ام العصا لك بال اي والله مجد نسينا بالقارب. بالقارب بقارب التقطيع. بقارب التقطيع كل مش تقطعي من انا اما ما لا وقت تجوز انا ما احكي لك وقت كنا بنات. إيه اول انا بدي اي إيه اول ما كنا بنات يا ابني انا ما كنت ما كنت جاي له جسر ما كان فيه؟ لا ما في لا جسر ولا شيء. انا كنت بالمينا ساكن بيت بقل الروح. ايه وبعد ما جيت لهون بالقارب تقطعي؟ تروح على السوق. اي نعم. ايه تروح على السوق لكن بالقارب تروح لعند اهلي بالقارب. يعني انا بعد ما جيت لهون من وقت نروح على الزياره طنط دبكي يا ابني انا كنت بالمينا سبت. اي نعم. انا اركض اشياطي انا وفريقاتي. ومن هون ما رحتي؟ ها من هون ما رحت بقو. يعني ما رحت تادبيك رحت ابخر. تتبخر يعني. ايه تبخر روح من تنت بيك تنشيك ابقى. ولا شو كنت متبكى؟ فرحنا جاي اول تبوش. ما هيك؟ لكن يلا يا بنات يلا من عاشي يلا وانا نسوي اكل زوادي ونروح لاول تموز. قال يلا بقى نحن وفريقاتي يا. قال يلا يا ايدي سوي بقى تسوي شوي وانا سوي شوي نحط مع بعضنا اكلنا ونحطها بيلقفوا يلا. تا نجمع دبك وفرح بقى نقعد نتغدى. كم يوم تضل هناك؟ والله ما نضل ولا يوم. يوم نروح ندبك ونفرح وبقى نقعد نتغدى للعصر نجي. انت ما نمتي لكن هناك انت؟ لا والله انا ما نمت. في ما ينامك انا؟ والله ما بعرف اذا غير بلد ما غير ديوع ما ينام ما بعرف. انا وارقد الشيطان ما نام انا وفريقاتي. نجي بقى بعد العصر يبقى نجي لبيوتنا يعني لعند امنا. اي نعم. وكم يوم تسوقها يا هالفرح؟ بس باول تموز. باول تموز؟ اي والله بس باول تموز يصير هالفرح بقى نتبيك. بقى نروح نبخر ونجي. وانت من تتبكي؟ انا وفي خاتي وفي من السوق في من الجديده في من قرطريس في من مغاير في من جميع الاولاد. يروحوا من أن ما كان فيه. أي أيوة والله من أن من كان طبعا أول تموز. شو تغنوا؟ والله الغنية أعرف والله نسيت الغناية. على دلعونا. والله على دلعونا على دلعونا
وكنا نحن ماكل خذونا ولا بقى نسيتوا والله يا ابني اكل غناي نسيتي وتغنوا ما نحن الغناي يرد لنا واحد هكا شو اسمه مات ان شاء الله بسلامه الله يرحمه يلا الله يرحمه شو وتغنوا بالعربي؟ العربي لك ايه بالتركي يا مالك ما لا في تركي نعرف تركي شو لا نعرف لا نقرا ولا نكتب انا عارف تنغني بالتركي لا والله كلها عربي استغنيت لنا غني شو هالغني كانت ست والله بقى اول تموز قلت لنا ايه دوسوا يا بنية تندوس على البحر اول تموز باصص يا كبير التجار يعني هذا التاجر باصص يا كبير التجار وحرق الملي بنار حرجوا يمسك بيرق دار وبان الناس إلو نابوس ايه هاي غنوه هناك لكن اول ما بلش فيها والله وبعدها موالد كان فيه لا موالد تنغني انا ما نغني موالد غير بس يرد لنا ويد بيقولوا له مبت بس فيت ابا قمار في ابني بس فيت من امتى هذا يرد لنا وبقى ونحن نرد معه هو يعني يرد عليها بقى ونحن نرد معه تا رد وبقى هو بقى يرد بقى يرد بقى للغني شو ما كان غني شو ما يغني ما تذكره لا والله بقى ما تذكره والله بقى ما تذكره بقى هو يرد ونحن نرد وهو بقى يجرد للغني تنبسطه كيف؟ اي والله ننبسط لكن يا ابني مندوق ما ندبيك ما ندبيك ما يغني لنا تندبيك ما يغني لنا لكن انا بسيط بس هاك الوقت كان فينا عز كان فينا قوة كان فينا بنيات لكن أبي يقول البت ذهب شو بتريدي تتوصي لها الشعب والله بريد يا ابني لا الله يجيب سيرة الله هيك بريد لا يمشي برا الأصل برا الحق لا يمشي برا هاي الإنسان لا يمشي يمشي لطاعة الله لطاعة الله بك تمشي تتخشى قدامك نور يمشي بدربك لكن تي هيك هذا قانون هذا ما قانون اي نعم وهلق من هون بتريد تبع تسلم اي والله لمين تبعي لكل الشعب اي والله الله يجعل السلام لكل شيء طايع الله لكل شيء طايع الله السلام عليه والخير عليه والكل عليه ان شاء الله هوبيل من هون الخير كله تقوله الله يجعله يخشع الخير ويخشع الهنا بدربه إن شاء الله شكرا الله يحفظك مرحبا كيف كين الله يسلمك وأهلا وسهلا الله يسلمك اسمك بالخير مفيدة دوزيل مفيدة دوزيل من وين أنت؟ أنا من المغايرة أخت خضيك قصتك من المغايرة؟ مبي وجد وستة الله يحفظك ويستر أخرتك شو اللي سمع عمجا؟ اسمي حسام الدين دوزيل قصلتمش بير اسم اولارق اسكي تجار بالعربي من تجار القديمين الهسبا الذي مجادل بالحياه هلا كيف كان نحمد الله على كل حال طبيبي جيد كن انتم ممنونين نحن بخصوص اول تموز واول تموز من زمان الماضي كنا نحتفل ونحضر حالنا إلى هاك الأيام اللذيذ والألو طعمة الطبيعة لكن مع الأسف هلأ الإنسان تبرروا عن بعضين وبعدوا الناس وقلت الأمانة مع الأسف مع الأسف كتير بتأسف لأن بتمل الحياة لازم تكون المحبة بلا محب الإنسان مثل شجرة ما فيها تمرة هلق بانسهلكين أولا إليك تنسهلك نعم. كيف كان أول تمز بالأول كيف تفرحوا فيه وشو تصيروا وشو تأكلوا وشو تشربوا يا أبني روحي فدك من السنة إلى السنة نخبي فلافلتنا ونخبي قرص السوركة وجاي أول تمز نسوي تنور كعك نسوي تنور مجبني ونحطه بالقفة ونروح يلا طخم البحر يا هوني كان في عنا قهوة نقعد وفي منين يا المبسوطين يغنوا دوسوا يا بنية تندوس على البحر أول تموز والله أبرح من هنا تخطب لأبني عريس
والله يا ابني وهالمسكينين يقعدوا قرمتوا كاكت ببيتي هالذي فقيرين وهالذي متعافيين يروح يدوروا أخطائك. هذا كان أول تموز يا ابنه. كيف كنت ما تفوت على الجار؟ والله أول تموز كلمة طبيعي كان الأيام عيشة الطبيعة الأكل اللي ناكله في إله لذة من دونه بهاليوم منقول له هرمون. هذا كلمة الهرمون غير طبيعية هاي. لكن أكل اللي ناكله كان طبيعي أي شيء ناكله مغذى المحبة العم العمامنا وأبونا وجدادنا لما يحتفلوا بهاك النهار يحسوا بنفسين اللي جرت المحبة ولو في ما بين بعض أي شيء صورة قبوحة يعني يتبروا منها لصورة القبوحة وتصير محبة وأمان والجيران يسهروا مع بعضين وقبل أول تموز وبعد أول تموز. لكن أول تموز فيه له عبرة غير شيء إني يومتها مثل ينبسطوا الناس ببعضين ويسووا هالأكل في منين من الجيران يقولوا ما نروح على زيارة أو على كنار البحر أو لا مثلا نهلق نحن ما نقول له نقر يطلعوا هيك مثل محل مهوة محل طبيعة تحت شجرة كويسة ويحتفلوا ويقضوا هاك النهار الكويس لنفسي. كم يوم؟ من قبل بيوم أول تموز يعني من قبل 13 تموز غربة لا 15 تموز لكن هي الحقيقة 14 تموز هاك النهار أول تموز. قبل أول تموز هنتو تاخدوا أكل كن غبالكي؟ إيه والله يا ابنه من غير ديو عيجو ياخدوا يا والله إيه والله يا ابني كل واحد يحمل قفته تحت باطه ومن قدمت أول تموز بيوم نعجن ونغبز ونسوي مجبني ونسوي كعك على التنور ويوم أول تموز نحطوا بها القفة بقوا في منن إلن أولاد في منن مالن أولاد في منن تروحي وجوزة في منن تروحي وحدة ويروحوا لها البحر يروحوا مثل ما قلك العمجة على الجبل هون كان عندنا قهوة فيها حور يقعدوا بها القهوة والله هيك يا حبيبي هيك كان الوقت. وشو كان بيغنوا أول؟ غنوا دوسوا يا بنية التمدوس على البحر أول تميم هاي حكيتلنا هي هاك يا بحر والله نسد يا بنية بحر. المطربين المحلي كل واحد يفنن فنان ويغني لو كان لجاره يفنن له ويدبكه. ما كان في مطربين مثل هلا مطربين تركي وعربي وأي لسان التاني يعني من عنده يفنن فنان ويغني لهل يدبكه. لا في دقيقين ولا في شيء. إذا كان في مع واحد شيء يعني التقى مع واحد طبل لكن هيك مطربين وكمان وصاز وشيء وأرق ما كان من هيك الزمان. كانت الزمان طبيعة لما يعني عيشت الطبيعة المواصلات من هون إلى البحر أو من هون إلى الجبل على السياحة كلها المواصلات نمشي مشي ما كان في الإمكانات مع الناس تيشتروا سيارات وميارات وعربيات وأي شيء. لكن عيشت الطبيعة مع الأسف كانت أحسن من هذا. طابي من شرطوط يصروا شرطوط هكذا يصروا أسكدان ويخيطوا بالإبرة ويصوروا طابه بقوا لما ما ينقضي هاك النهار يضلوا يضربوا في لها الشرطوط طابي دي يعني لا ينقضي هاك النهار. هلق من الشباب الموجودين ما يقولوا بالعربي كرة القدم هاي مثلا بالتركي باللسان التركي الفوتبول. الأولاد يريدوا مثل تنفهم كويس يطلعوا على الجبل ويسووا قروس يعني يرقدوا بالجبل قروس تشالش مصر يعني تدريب بدني وهاك اليوم يقضوه هيك الشباب مع بعض بأول تموز وغير التموز. لكن بأول تموز تكتر هالوضع معين للأولاد يحسبوا له حساب حتى يلعبوا مع بعضين والرجال الكبار الكاملين العقل 40-50 يقعدوا مع بعضين وأكلوا وشربوا وانبساط
وصورة القبوحة بين الأخان أو الجيران أو شيء لا يمكن تبقى. مثلا جايين من غير ديوع كتير عالم تتعرفوا لبعض؟ نعرفوا لبعضين وأكلنا مثل إخوة يعيشوا يعني ما هيك هلا برا اولادك اي واحد انت ما تجعله هذا غريب. نحن يجوا من غير ديوع من القواصيل هون يجوا ومن حربي يجوا ولاد حربي ولاد قرشانات ولاد صيلجا يلتموا بالمغايروا على البحر اكن فرد ام وبي جايبتي والتفات لبعض حلو والمحبه مؤلفي ما بين بعضين. نسأل الله تدوم هالمحبة يا أخي. نعم. آخر سؤال أول أحسن لهلا بخصوص المحبة والالتفات الإنسان لبعضه كتير أحسن كنا. الفرح الأول تموز. فرح أول تموز كان أولي أحسن. ليش؟ كانت المحبة مزروعة ما بين القلوب. هلق محبة باللسان ما هي بالفعل. لا المحبي بتصير من القلب. قلب الذي أبي ورث محبة حط محله حجرة. أي نعم. شكرا لك يا حبيبة. شو بتريد تتوصل على الشعب؟ والله لهالشعب بوصي لكل شاب يكتفي بالقناعة والمحبي لجيرانه ولأخوانه ولجميع بشر الذي خلقوا الله بالمحبي يقربوا لبعضهم تقريب أحسن. اللهم يكفينا من المحبة كشجر الجبل. المحبة الشجر بالجبل بيحب بعضه كثير ولو كان ما من جنس بعضه بيحب بعضه الشجر والإنسان لازم يكون هيك. شكرا. أنت شو بتريدي تتوصل؟ والله أنا أبر التوصي شيء الله يهدي والله يحفظه من أولاد الحرام والله يدبروا له الشعب يا ابنه والله يرزقه والله يبعث له العقل يا ابنه الله يهدي له الشعب يا ابنه الله يستر يا ابنه الله يعينك. شكرا. الله يكون معك. عادي ضلوا بخير. مرحبا استاذ كيفك؟ أهلا وسهلا. ليه اسمك؟ الحمد لله. انتم ان شاء الله بخير. الحمد لله. استاذ اسم بالخير. الشيخ ذوالفقار. الشيخ ذوالفقار حبيب سميطه. الشيخ ذوالفقار. شيخي هلا بنسالك مشان اول تموز شو هو؟ اول تموز عندنا عيد وهالعيد تأسيسه هذا من زمان سيدنا عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وهو ذكره فايد بالقرآن الكريم بسورة ياسين هو هالعيد هذا وهذا مشهور هو هالعيد هذا فيه حكاية حبيب النجار إذا بتريدوا مختصرا بحكي لكم هي يعني هاي لما ظهر سيدنا عيسى بالرسالة مشي بده يبلغ بقى اللي هو رسول الله هون بمطاكي كان فيه السلطان وكان فيه هون هالأمم الهون هالبشر يعني الهون عايشة كانت متعبد الأصنام هني ما كانوا ما يوحدوا الله قام سيدنا عيسى بعت لهون من الحواريين تنتين واحد يحيى وواحد يونس بعتن تدعو البشر لدين الله لدين الجاي جديد يعني لدين عيسى ابن مريم اللي هو ما ببلغ فيه عند ذلك هودن جو مش يجو شافوها اول بدل حبيب النجار جو من صوب الجبل شافوا الحبيب النجار وحبيب النجار عنده قال كان ولد مستمرد مريض سطيح حكوا معه قالوا له نحن جايين تنبلغ دين جديد وقال لهم شو علامتك؟ قالوا لك ونحن بإذن الله منحي الميت من للسطيح من قومه للأخرس من كلمه بقى عند ذلك قام هو يفرهن ابنه شافوله ابنه بعد شافوله ابنه هو آمن فيهن وبعدها نزلوا على القرية نزلوا يعني على البلد
صاروا يدعوا البشر لدين لدين عيسى ابن مريم لدين الله. هون قام صار له خبر الملك فيهن اخذن لهودن وحبسن. بعد اللي حبسن قام سيدنا عيسى طالوا هود مرده بعتوا لشمعون الصفا خلفين من شان تيوكد عليهن وتي كمان تيدعيه لهالسلطان الهون لدين الله. بيقول بالقرآن بسورة ياسين بعد الإعازة بالله بيقول فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني بعتنا لنتنتين كذبوهن للتنتين بعتنا لنتالت واحد لعندين هو سيد مولانا شمعون الصفا. جاء بصفة درويش فات لعنده للسلطان وأضافه السلطان يعني ضيفه قاعد عنده وحكى معه بعلوم من الأسترونومي للماتماتيك للتاريخ للكذا. شافوا السلطان زلمي صاحب علوم وزلمي يعني ممتاز وزلمي جليل القدر يعني صاحب قيمة وقدر وكذا. عزه هو هالسلطان وقعد معه وضافه. بعد مدة قال له يا سلطان إيش كيف أحوالكن هوني بهال بينكن وبين الناس وكذا. قال له والله كان حالنا كيس كتير لا من مدي بس جونا زلمتين وما يدعوا حال اللي هني جايين من قبل واحد رسول وبدن تيبدلوا ديننا وكذا. وصاروا شوي يعني بالشعب صارت قلقلة باعتبار عشتي جو. قال له شو ما يقوله؟ قال له ما يقوله هني ما يآمنوا لدين الله. قال له قلت لهم شو هني الدلالة عندهم شو عندهم معجزات شو عندهم أفندم يعني شغلة من هل تنصدق فيهن. قال له ما يقولوا إذا ميت فيتم بحيوه وإذا أعمى فيتم بفتحوه وإذا أخرس فيتم بكلموه. قال له إيه وإنت شو سويت؟ قال له أنا حبستهم. قال له ما بيثبت عليك تتحبسهم. قال له لكن شو بيثبت؟ قال له بيثبت عليك بتجيبهن إذا صادقين بتآمن فيهن وإذا كاذبين شو له لزوم تتربيهم بالحبس بتقتلهم. قال له والله هالفكرة كيسة. قام بعد خلفين جابين بعد الجابين هوني سيدنا شمعون قال لنا يا مرسلين قال لنا شو أنتوا حجتكين؟ قالوا له نحن جينا من عند رسول الله وما ندعي البشر إلى دين الله إلى وحدانية الله. قال لنا بكي شو في عندكن حجة يعني أنتوا تنآمن فيكين؟ قالوا له نحن في عندنا حجة بإذن الله اللي مندعي عليه فيتنا للميت فيتنا منحيه وللأبرص منشفيه وللأكمه وللأعمى منشفيه وكذا. قال لنا إيه هاي شيء هينة هاي بسيطة. قالوا للملك بعت بالمملكة خبر خلي يجيبوا من هالمريدين وإذا في شيء واحد ميت. قال يوم تكن ميت ابن الوزير عنده للملك. قال جابوه للميت وجابوا زلمتين ثلاثة واحد سطيح وواحد مبرص وكذا. قال قاموا هني هالمرسلين هودين بإذن الله قال حيوه للميت وشفوهن للمريضين أني هودين حواريون عيسى تنتين يعني. عند ذلك قام هوني سيدنا شمعون الصفا قال له يا ملك وضحت الحجة ونحن بثبت علينا تنآمن فيهن لأن هن طلعوا صادقين يعني هل قالوهن طلعوا بوعد يعني هل قالوهن سووهن. وكد الملك هوني قال له نعم مثل أما تقولوا هودن الصادقين وللي ادعوا فيهن سووهن. قام هوني قبل شو اسمه قبل دين جديد. وبعد اللي قبل دين جديد قام هوني علن للبشر اللي هالدين هذا نعم دين حق ودين الله وانتو كمان فوتوا فيه. بس هون نسينا شغلة عن حبيب النجار قبل لهايا. هون مشي كان ما يدعو هني الى دين الله قبل ما ياخدن يسجنين. هون البشر في من ينجو عليهن تيقتلوهن تيموتوهن كذا. سيدنا حبيب النجار جل عندن قال لهم هودن ما يدعوكن غير لدين الله ولما لبدن منكن اجره ولبدن منكن اي شيء. لذلك قال لن آمنوا فيهن يعني هونيك. قامت هونيك صارت عربدة بيقوله ولحبيب النجار استشهد فيها لهاك العربدة. هوني بعد اللي آمن هو هالسلطان
فيه لهالدين الجديد قام هون علن مثل الفرح بالشعب وتهاني وقاموا صاروا يهنوا بعضهم ويفرحوا فيها لهايا وبهالسبب هايا صارت فرحة لدخول لدين جديد يعني. والفرحة هاي بالزمان من زمن سيدنا عيسى لزماننا هذا بقى تداول الأيام جيت لأيامنا مش كنا بالطفولة وبالصغر والبشر نحن عندنا هون كانوا يروحوا على البحر ولها يهنوا بعضهم فيها ويلبسوا ثياب جديد وكذا مثل بتعرفوا يعني وهيك يعني جيت من هاك الأيام لهلق طبع من سيدنا عيسى لليوم الألفان سنة هاي تحولت وتبدلت شوي شوي. أما هالفرح هذا ابتداءه من سيدنا عيسى من زمان سيدنا عيسى مشي هالحواريين هودن سووا هالمعجزات وهالسلطان هذا شافن وآمن بدينين هونيك يفرحوا يعني هالشعب فرح هذا وبدت هالأفراح هاي وتشاكلت وتداولت لأيامنا هاي وهيك صارت يعني هذا عيد أول تموز هيك ابتداءه هيك ليومنا هذا وهو ابتداءه من زمان سيدنا عيسى لا من 4000 سنة ولا لا علاقة فيه قسم من الإخوان بيقولوا اللي هاي من زمان العيد الحصيدي وما الحصيد ويحصدوا وما يحصدوا وكذا وفلان ومن زمان اللي أديان اللي كان فيها يعني آلهة كثير يعني تشق تنر لدين بالتركي هل بيقولوا لين حاشا نحن عنا بدين العلوي بالخصوص ما في هيك شيء أبدا نحن كل اعتقاداتنا عن رسول الله من آدم إلى رسول الله عن رسول الله يعني عن المرسلين من قبل الله وعن كتب الله ما بيمس بشريعتنا وبديننا وباعتقادنا شيء أبدا من غير ذلك يعني من غير هالأديان الإلهية يعني عنا ما في رب اسمه تموز لا لا أبدا أبدا كله هذا هذا اعتقاد باطل من قبل قسم بدن تزيحوه من معانيه لهالعيد هذا ويجعلوه عيد كأنما شعبي أو كأنما يحطوا له غير معنى لا هذا عيد هو دينه وهالعيد ابتداءه من سيدنا عيسى مثل ما حكيت وهو هذا بصورة ياسين له آيات من آية 13 لحوالة 30-32 هل حكيت لك أن كل هودن فائتين واردين بالقرآن الكريم أي نعم. آخر سؤال سيدي شو بتريد توصي لها الشعب بريد توصي لها الشعب تستمسك بتقاليده تستمسك بدينه بإيمانه باعتقاداته بأعياده وبتقاليد التبعه وتيعرف حاله هو من أتباع أهل بيت رسول الله ونحن أهل بيت رسول الله ظهروا لنا بزمان رسول الله عبرة وظهروا لنا نعمة من الله تعلمونا الآداب والأخلاق ومكارم الأخلاق والدين الحقيق علمونا هو لهذا ونحن اعتقاداتنا وتقاليدنا وأعيادنا كلن من زمان سيدنا رسول الله لليوم نحن كلن تقاليد عن سيدنا رسول الله وعن أهل بيته وأهل بيت رسول الله مثل بتعرفوا هاي بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى مفضلين وعيس من جعل معصومين المعصومي معناته هني معصومين من جميع الذنوب ومن الزلل ومن الخطايا يعني أبيخطوا ولا بيكذبوا ولا بيسووا سيئة هني يعني الله سبحانه وتعالى جعل بكرامة فوق البشر لذلك هودا نحن منهج لنا منهجنا وهودا نحن المنقلدين ومنتبعين وبريد أنا شعبنا يعني الله ينصره ويحفظه له الشعب هو يضل لطريق أهل بيت رسول الله لأن هاي طريق صراط المستقيم إن شاء الله أي نعم شكرا سيدي الله يسلمك أهلا وسهلا فيك ضلوا بخير